وأوفدت لجنة لتتبع الملف وأبدت رأيها بضرورة الحفاظ على مرافق المركز وضرورة تغيير مقر المركز الرئيسي. وصولا إلى الحوار مع إدارة المركز بتاريخ 22 يناير 2016، حيث تم طرح مختلف الملفات التي استطاع المكتب المحلي للنقابة تجميعها خلال هذه الفترة القليلة من اشتغاله. نعطي رؤوس هذه الملفات والتفاصيل هي أكثر من ذلك بكثير. طرحنا ملف لائحة الموظفين والعاملين بالمركز وبيان مهامهم من أجل أن تسود الشفافية والوضوح، وأقصد المركز بكل فروعه. طرحنا ملف التعويضات عن التنقل وعن مباراة الدخول، التنقل بالخصوص تهم الأساتذة من فرع الناظور، ومباراة الدخول وما شابه من خروقات قانونية، اعتماد مرسوم لا يمت بصلة لمؤسسات تكوين الأطر بصلة، تقليل عدد ساعات اشتغال الأساتذة، التقليل من المبالغ المرصودة لكل ساعة عمل إلى أقل حد، التفاوت الواضح في التعويض دون أي سند قانوني مع عدم احترام إطارات الأساتذة. طرحنا ملف الاقتطاع من أجرة أحد الأساتذة وكيف استل منه التوقيع على استئناف العمل بالتحايل والمكر ضدا على نظام الشعب الذي يحدد جداول الحصص، وضدا على رئيس الشعبة الذي أكد أن الأستاذ لم يتغيب عن الحصص المحددة له. طرحنا ملف السلم الإداري الذي يرهق الأساتذة ويعقد عملية توصلهم بحقوقهم في رخص مختلفة، وحاولنا الوصول إلى حل وسط وهو فك الارتباط بالنيابة على الأقل كما اتفق على ذلك مع مدير الأكاديمية السابق. طرحنا ملف تحليل مجلس المركز ولو بشكل توافقي إلى أن تصدر القرارات المنظمة للمجالس من خلال تمثيلية لكل الفروع، يعني فرعين في وجدة وفرع في الناظور، ووصلنا إلى اتفاق مبدئي في هذا الأمر. طرحنا ملف الصندوق الأسود، أقصد ميزانية المركز، وأنه لا بد من الشفافية في تدبير الشأن المالي بالمركز من خلال إشراك الأساتذة من مختلف الفروع وتوصل جميع العاملين بالمركز بالتقارير المفصلة عن حجم الميزانية وعن حصولها وكيف تم صرفها وكم بقي منها. وطرحنا قضايا تفصيلية أخرى، فماذا كان الجواب من الإدارة وكيف كان التجاوب؟ لا أحتاج أن أجيبكم لأن الواقع الذي نعيشه بالمركز هو يجيبكم. وجدنا من الإدارة سياسة التماطل والتهرب من المسؤولية واللعب على عامل الزمن، فإذا كانت الإدارة تريد منا أن ننسى مع طول الوقت وأن تتبخر أحلامنا مع الزمن فإنها واهمة. فهذه الثلة المناضلة من الأساتذة لها عزيمة الجبال الراسخة ولها ذاكرة الفيلة، وحقوقنا لن نفرط فيها أبدا. قلت الواقع يجيبكم، وها أنتم ما زلتم تصادفون مرات نادرة بعض الأشخاص يترددون على المركز ويقال لنا إنهم إداريون يعملون بالمركز ولا نعرف حتى أسماءهم، فأين مكاتبهم وما هي مهامهم؟ وليس الأمر خاصا بهذا الفرع فقط بل بفروع أخرى أيضا. الواقع يجيبكم، ها هو أستاذ من بيننا يصله إشعار بالاقتطاع بغير وجه حق، ولم تتراجع الإدارة ولم ترسل استدراكا على هذا الخرق القانوني الذي مارسته. ها هو أستاذ يستنجد بالنقابة وبإخوانه الأساتذة لأن النيابة تمارس عليه كافة وسائل الضغط والإكراه بدءا بالاستفسارات وانتهاءا بالتهديد بالمجلس التأديبي، وكل فهمته أنه من الأساتذة الفاعلين المثقفين الذين يشاركون في الندوات الدولية ويشرفون المركز والمنظومة التعليمية المغربية. فماذا فعلت الإدارة لتحمي الأستاذ من هذا التعسف؟ لقد أسلمته لقمة سائغة لإدارة لا علاقة له بها،
لا علاقة لهذا الأستاذ بالنيابة، لأن كما تم الاتفاق مع مدير الأكاديمية لقد تم فك الارتباط مع النيابة، فلماذا تسلم ملفاتنا إلى النيابة؟ أنا أوزر ولا عندك سيف حاجة 24 لا من غير عمل سيف بن عمر في الماضي مشهد 11 هيك ضروري. فبدل أن يتحمل المدير المكلف بتسيير المركز مسؤوليته وييسر على الأساتذة مشقة السلم الإداري الموحد مثل بعض المديرين في مراكز أخرى لا داعي لذكرها، ظل يتهرب من هذه المسؤولية ويعرض الأساتذة لكل الإهانات والتعسفات وتراق مياه وجوههم بين المكاتب، وهي تعسفات لا سند لها في المرسوم المنظم للمراكز الذي ينص على علاقة التنسيق بين المركز والأكاديمية ليس إلا. الواقع مرة أخرى يجيبكم، لم نرى أي تحسن في سلوك الإدارة من ناحية التدبير المالي، فلا يزال الغموض يلف هذا الملف، وها أنتم ترون التخبط، وكيف أن الإدارة تعلق إعلانا لرؤساء الشعب تخبرهم أنهم سيناقشون ميزانية 2013. ألم تكن تدعي الإدارة أنها يعني تتتبع أمر المالية مع لجنة للمالية من بقايا المركز التربوي الجهوي السابق؟ ألم تقل أنها ستنظم لجنة أخرى فيها تمثيلية لكل الفروع؟ فما بالها اليوم قد فقدت البوصلة وأقحمت المالية في مجلس الشعب الذي يختص بما هو بيداغوجي صرف لا علاقة له بالتسيير الإداري والمالي أبدا. الواقع مرة أخرى يجيبكم، لم تعترف الإدارة بأي خطأ في تدبير التعويضات، فبعد تماطل في صرف تلك التعويضات الهزيلة وصل إلى 7 أشهر، إحنا هنايا معاهم فضة 7 أشهر باش يوصل حقك، وحين يصلك تجده هزيلا كأن هؤلاء الأساتذة مجرد عمال ولا شيخ دمج بهم من الموقف، وكأن الأساتذة مجرد عمال جاء بهم من الموقف، حتى اللي في الموقف ما يقدرش يخدم معك واحد الخدمة بلا ما يعرف الثمن ديالها، ما يقدرش يبدا في شي خدمة حتى يقول لك شحال. ثم ها هي الإدارة تستعد لمباراة الدخول الأخرى بنفس المنطق وبنفس السياسة، ونحن لن نحسم هذا الأمر الذي فيه خروقات كثيرة جدا وقانونية، مصطفى مشيو مع الإدارة لأبعد الحدود، كاين مرسوم ديال 2002 هو اللي تعوضنا به، هذا المرسوم لا علاقة له بالمركز أبدا، المرسوم الذي يسري على التعويضات هو منصور مرسوم 2008 الذي ينظم تعويضات عن الساعات الإضافية بمراكز تكوين الأطر العليا. غيرت إطارات الأساتذة بحيث الجميع تقولهم أستاذ ثانوي تأهيلي، ثم ساووا بين الإطارات، أنا أستاذ تعليم العالي مساعد ماشي بحالي بحال أستاذ تعليم العالي، أنا منه أستفيد، أنا متدرب، وبالتالي 8 ساعة الإضافية التي أشتغلها ماشي هي 8 ساعة ديال الأستاذ التعليم العالي. ثم الأكثر من ذلك أن قرار الوزير المنظم للمباراة ينص على أن المباراة تشرف عليها لجنة من الأساتذة، وبالتالي كافة العمليات يشرف عليها الأساتذة وهم المعنيون بالمباراة، ولذلك هم الذين يستحقون التعويضات، فلماذا الإدارة تجعل الأساتذة في الدانة طب في الدين وتقدم عليهم إداريين كان عملهم مجرد تنسيق وأمر بسيط جدا، وتعطيهم مكافآت متفاوتة بينهم ولكن في مجموعة في كلها تفوق ما توصل به الأساتذة. الإداري التالي تخيم الأستاذ اللي شارك في المباراة منذ مسح النقاط وفيريفيكاسيون ديال المعدلات والكتابي والتصحيح والمباراة الشفوي بالنسبة لشعبتي الاجتماعيات والدراسات الإسلامية. أمام هذه الاختلالات الفاضحة كان لابد من هذه المعركة النضالية، معركة الكرامة والوضوح، كرامة الأستاذ العامل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كي يسترد كافة حقوقه المادية والمعنوية، معركة الوضوح والشفافية لكي يشرك الجميع
من خلال منتخبين عنهم وممثلين لهم في عمليات التسيير الإداري والمادي. مركزنا هذا يفترض فيه أنه مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، مركز للإشعاع التربوي والثقافي، في حين أن الإدارة جعلتنا نستنبط جهودنا وتفكيرنا في التدبير اليومي التافه، ونتتبع سقطات الإدارة واختلالاتها. ورغم أن همة الأساتذة عالية وتفاؤلهم كبير وتفانيهم في العمل منقطع النظير، إلا أنهم يلاقون من الإدارة عدم التجاوب وعدم التحفيز والتكريم، بل كل أنواع التهبيش. كل أنواع التهميش وعدم الاهتمام ماديا ومعنويا. إخوانكم مثلا في فرع الناظور أنجزوا نشاطا تربويا على مستوى عال، على مستوى وطني، من خلال استضافة كبار الباحثين في علوم التربية، وراسلوا الإدارة في هذا الشأن. فماذا كان جواب الإدارة؟ لم يكلف المدير نفسه حتى بتعميم الدعوة إلى الأساتذة في الفرع الأخرى، فضلا عن أن يدعم جهودهم ماديا، بالرغم من أننا نسمع أن ميزانية المركز تضم فصلا خاصا بالأنشطة التربوية والإشعاعية. نلاحظ التمييز الفاضح والسلبي بين الأنشطة الرسمية ذات الطابع البروتوكولي، حيث تتحرك الإدارة وتنفق بسخاء، أما الأنشطة التي تأتي بجهود الأساتذة فتلاقي الإهمال والتقتير. معركتنا أيها المناضلون الشرفاء هي معركة كرامة الأستاذ بالدرجة الأولى، معركة ترتيب البيت الداخلي، معركة الوضوح والشفافية. أمام هذا الوضع كان لابد أن نوصل صوتنا إلى الرأي العام، أن نحمل المسؤولية إلى الوزارة الوصية والوحدة المركزية، لأن الآن معروض على مكتب السيد الوزير ومعروض على مكتب السيد المدير المكلف بتسيير الوحدة المركزية لمؤسسة كل الأطر. الملف خرج من أيدينا ووضعناه في أيدي كافة المتدخلين على المستوى الوطني، ومن جهة أخرى ملفنا هذا وضعناه بين يدي المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ووضعناه عند ممثلين باللجنة الإدارية للنقابة. ولن نتراجع عن حقوق الأساتذة المادية والمعنوية، وأي مساس بأي واحد منا إنما هو اعتداء على المركز كله بكل العاملين به. حقوقنا المادية والمعنوية خط أحمر لا نساوم عليه ولا نهادن، ودمتم للنضال أوفياء مخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.